حمد الجواري قال لي واحد الكلمه قالك درتي شي شويه المغربي شويه الجزائري. انا صراحه هاد الاغنيه هذه تنهديها لهذا الغزال هذا. الاغنيه شيبه العياني هي اغنيه جزائريه، ولكن الاغنيه هي غنوها اليهود المغاربه قبل ما يجيو للجزائر. والحمد لله نسقت باش نعطي الكلمات ديالها غادي لواحد النوع الموضوعيه نتاع هذا الحفل. خصني نكون موضوعي وقبلوا عليا، وان شاء الله اذا كانت شي حاجه ولا شي حاجه احنا في خدمه الناس المثقفين. وتبارك الله عليكم وساعة مباركة مسعودة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لشبكة مقاهي الثقافية بكناس، وألف تحية وتقدير لمنعم الزهري صاحب قصر السعادة. فتحية مجددة لكل أعضاء شبكة المقاهي على تنظيم هذا الحفل، وأرفع القبعة لأبو مجدولين صاحب الكتاب. فتحية لك وتحية لكل المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية. يوم ليس كباقي الأيام بهذا الفضاء الجميل، الجمعة 20 يناير 2023 هنا مباشرة بمقهى قصر السعادة. فتحية للمنسقة الأستاذة لالا سميرة الجودي، والأستاذ عبد الناصر القاح، والأستاذة الطنجوية الدكتورة لالا نادية العشيري، ومسير هذا الحفل مولاي أحمد رجوان، والفنان وكل الفنانين. فلست عبد ربي محرر صحفي بمنبر إعلامي إلكتروني وورقي مغرب المواطنة ومتعاون منذ زمان مع المنبر، فلست ناقدا ولا أديبا، لكن ميال للثقافة الأدبية والفنية. كتاب بوح من خلال قراءات أدبية للدكتورة الطنجوية لالا نادية العشيري والدكتور عبد الناصر، ومسير الحفل الفني مولاي أحمد رجواني، والمهتم والمثقف والمفكر والمهتم بالشأن الثقافي مولاي أحمد رجواني، وكذلك الأستاذة لالا سميرة الجودي. فهذا الكتاب يعد بوح الرجل المثقف والمفكر صاحب الكتاب بوح متعدي أبو مجدولين، فهو كتاب ضخم، عمل إبداعي جيد، قدم فيه رؤى إنسانية، تجربة لم يتغير أي شيء منذ بداية ونهاية كتابته، كما عبر صاحب الكتاب. عالج صور عديدة كما عبر مولاي أحمد رجواني، صورة الموت والحياة فيما حينها تنعدم قيم الجمال والخير والحياة. هل يطرح الكتاب إشكالية الانتماء، الانتماء المضاد في حياة أبناء هذا الجيل التائه الذي يعاني وقد تأثر بالمعلوميات التي ينبغي توظيفها في مجال الدراسات بدل التفاهات؟ فهناك صور حتى لا أطيل كما جاء على لسان المسير هذا الحفل الثقافي، هناك صور لمشاهد عديدة. فهل هذه المشاهد في الكتاب هي واقعية؟ هي تعالج قضايا؟ فمزيد من التألق والنجاح لصاحب الكتاب سيدي شغبان سيدي محمد أبو مجدولين. سيدي شكري، تحية شكري. محرمة أحدا من المداخلة، كاين شي سؤال؟ إذا فقط شكرا لقيدوم الصحفيين
بالمدينة والمغرب المواطنة وكل المنابر الإعلامية التي تدعم الشأن الثقافي تدعم الشأن الثقافي لهذه المدينة. الكلمة السي محمد الشخمان وبعدها نمر إلى توقيع الكتاب الذي يعتبر ها هو الكتاب أمامكم لمن يريد أن يقتني هذا الكتاب دعما طبعا للقراءة الورقية ودعما للكتاب وطبعا كذلك لتوقيع مباشر وأخذ صورة مع السي محمد الشخمان. تفضل أخي محمد. تحية إخوان. طبعا حسب التساؤل ديال الأخ الكتاب نزل منجما استعارة ماشي الكتاب كان يعني في إطار تفاعل ديال فاعل جمعوي ثقافي مع الساحة الوطنية الثقافية والاجتماعية. فإذا المقالات كانت فيها أسباب النزول إما مرافعة إما وأيضا بمناسبة معينة مثلا مؤتمر أبيج اللي ساهمت فيه ورقة ثقافية في تعريف الثقافة وكذا إلى آخره. النقاش اللي كان مسار نعم بوزنيقة هذاك موضوع ديال الإفران هذاك موضوع ديال إفشاء أسرار الدولة يعني كاين مستشار ملكي ديال الحسن الثاني وكان تحدث عند الكيران وأفشيت السر في أربع حلقات في معلومات شي شوية ذات أساسية عليا الحمد لله أنا معكم. على العموم شنو يمكن نقول خفت نبدا غادي نطول باختصار شديد انا من الناس اللي كيامنوا بشيء واحد اساسي وانه لا يمكن لاي مجتمع ان يتطور بدون ثقافه وكل الثورات الكبرى في العالم اللي حولات مجتمعات معينه من مرحله التخلف الى مرحله التطور سبقاتها ثوره ثقافيه سبقها نقاش ثقافي سبقها انتاج ثقافي سواء في المانيا او روسيا او مصر او كذا ولا اتحدث عن مصر اليوم نتحدث عن مصر منذ الفراعنه ونتحدث عن العراق منذ الاشوريين والبابليين كذا اذا دائما كل تطور حضاري الا وكيسبقوا نقاش ثقافي وهذاك النقاش الثقافي ديال النخبه كيهبط بالتدريج للعموم المواطنين انه الا ما الثقافه اصبحت دافع للتطور في المجتمع بقات غير في كتب وفي الرفوف وفي اذهان النخبه لا شيء سيتحقق وبالتالي لذلك اؤمن بالمثقف الوسيط ما بين المفكر الفيلسوف المنطق وما بين هذا المثقف الذي يعطي البراكسيس والكتاب هو عباره عن براكسيس الذي يعطي ويسهل مفاهيم ثقافيه ومفاتيح لمعرفه كيف نتطور في المجتمع كيف نتعامله ما يجب ان نفعله في التطور الاخير والاستاذه الذي قالت لي قالت انه كتمنى تكون في شي منصب استحقه ديال الثقافه وكذا هذه كيقولها دائما الصديق الفنان صلاح طويل كيقول لي ستصبح وزير الثقافه بلاش تبقى القضيه وتاتي لا تخيب كنقول لي لن اكون يوما وزيرا لانه كتختار الثقافه وفي المجال المدني معناه كتختار موقع لا مصلحه وسأبقى بموقع لا مصلحة. شيء آخر هو أنني ما يمكنش دائما ننسى الانتماء المدني الانتماء للمجتمع المدني. عندنا واحد المنظمة سميتها أميج اللي تأسست في 56 وعندنا واحد المنظمة سميتها الطفولة الشعبية أصدقائي في الطفولة الشعبية أمامي تأسست في 56 ثلاث أشهر قبل أميج يعني الأميج 19 ماي 56 الطفولة الشعبية قبل منها
مدرستين لا يمكن ان تنسى، مدرسه بيس اميج وساهم في تاسيس ابيل هو الورقه الثقافيه لمؤتمر 1999، وفي الكتاب شهاده قصيره عن في مؤتمر حركه الطفوله الشعبيه التي تكون في عمل جبعون في حركه الطفوله الشعبيه في مختلف الميادين المدنيه. شكرا لكم للمطيل وتحليل الجانب. شكرا صديقي على الهديه الموسيقيه، وشكرا لراعي الفضاء سي علي الزهري اللي تحلينا هذا الفضاء الجميل، وكنتمنى انه تكون هذه بدايه وسنستمر اكيد رواد هذا المكان الجميل. شكرا سي محمد شحمان، شكرا لشبكه المقاهي الثقافيه بمكناس في شخصية سميرة جودي والشبكة على المستوى الوطني أيضا. شكرا للسي علي الزهري ولمقهى لقصر السعادة، وهو قصر اليوم بأميره محمد شخمان. شكرا كذلك للجمعية المركز الناسي للتدريب والاستشارات عبدو إسماعيلي، ما تخافش بلاتي باغي تهضر غادي نعطيوك تهضر يا بلاتي. إذا مع مباشرة بعد كلمة عبدو الإسماعيلي تدخل عبدو الإسماعيلي نمر إلى التوقيع مع وصلات موسيقية وتوزيع شواهد المشاركة. وطبعا أشكر كل الصديقات والأصدقاء الذين حضروا هذه الأمسية الرائعة جدا. قد نسميها بالوجوه التي كانت حاضرة وأتت